السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لبنى من قناة لبنى شانيل. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة جديدة ضمن سلسلة ديال رمضان. هاد الوصفة هي عبارة عن العجين المورق، يعني بطريقة ناجحة 100% بلا ما تهزوا الهم ما حتى شي حاجة. قبل ما نبدأ بالتعريف بالمكونات، نتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وفي نفس الوقت إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديونا لايك. يلا نبداو بالمكونات. عندنا 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام ديال الزبده مارغرين، قليل من الملح، جوج معالق السكر، وجوج معالق ديال الخل، وواحد فاني. نتمنى يكون المكونات واضحين. هنا ان شاء الله غادي نبداو باش نوضعوا المكونات مع بعضياتهم. الا رديتوا البال كبينا فاني على الدقيق، وغادي نزيدوا عليها داك شويه ديال الملحه، قليل من الملح، ما يكونش داكشي كتير حيت اصلا كتجي حلوه. زدنا معالق ديال الخل، وزدنا جوج معالق ديال السكر سنيده، وكنخلطوها بالماء. هاد العجينه كتجمع بالماء دافي، وللاشاره الماء خصو يا ربي العجين خصو يبقى قاصح. انا نقول لكم من هنا العجين يبقى قاصح، ما يعني ما تخليوش العجين خفيف. ردوا البال لهاد اللقطه هادي. هاد العجين هذا يمكن لكم ديروا به كرواسون، يمكن لكم ديروا به بيتزات، صراحه كيجي واعر. يمكن تعمروا به شي حاجه، سواء حاجه مالحه ولا حلوه. هانتوما كما كتلاحظوا معنا هنا، من بعد ما تجمعات عندنا العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا. قلت لكم تعجنوها بيديكم ولا تعجنوها بالماكينه، داكشي كيبقى اختياري كل واحد وشنو. كنزيدو ندلكوها مزيان بيدينا هانتوما كيف ما كتلاحظوا ندلكوها، ولكن كنحافظوا ديما على ان ديما شوفوا راه ماشي نقولوا لا باش ندلكوها بيدينا راه نديروها شويه خفيفه، يعني لا تخليها قاصحه، ومنين جبديها من الماكينه تدلكيها بيديك مزيان صافي، حتى كتولي العجينه يعني كتحسي بها دلكات نيت، وما كتبقاش كتبان بحال مكمشه، العجينه كتبان ملسه يعني صافي مدلوكه مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتوما من بعد ما دلكناها مزيان ها هي، شوفوا العجينه كيفاش كتولي، كتولي ملسه كيف ما قلت لكم، يعني ما كتبقاش مكمشه. هانتوما واخا قاصحه ولكن هي راه كتبان رطبه شتوها. دابا غادي نطلقوا العجينه ديالتنا. الا رديتوا البال فاش كنا كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم ما درناش الزبده معاهم. دابا فرشنا شويه ديال الدقيق، غير شويه ديال الدقيق ماشي كتير داكشي، وغادي نطلقوا العجينه ديالتنا. باقي دابا كنعاونوا شويه باليد، كنبداو نطلقوها بيدينا، ولكن غادي نخدموا المدلك، غادي نطلقوها مزيان بالمدلك. نطلقوا العجينه كنفرشوها مزيان، وهنا كيجي الدور ديال الزبده ديال المارغرين. بالنسبه للزبده ديال المارغرين استخدمنا هنايا الزبده ديال بونه، ولكن الزبده اي نوع مارغرين المهم يكون مزيان وصافي وتكون جديده، ما تكونش قديمه عندكم في الدار ولا شي حاجه، تكون جديده. صافي كنفرشوا العجينه ديالتنا بحال هكا مزيان، كنتاكدوا بان العجينه تلقات لينا كلها. هانتوما من بعد ما فرشنا العجينه ديالتنا، هانتوما كما كتشوفوا العجينه ما هي رقيقه ما هي غليظه. كنجيبوا الزبده اللي كنا قلنا من بين المكونات، يعني هذا هو الوقت ديالها او هذا هو الدور ديالها. كنفرشوا طبقه يعني كتكون ماشي رقيقه وماشي غليظه ديال الزبده، هانتوما خاصها تكون مشبعه بالزبده وصافي، حيت هذه هي الوقيته الوحيده اللي كنديروا فيها الزبده. كنفرشوا العجين ديالنا كامل مزيان، الزبده كيف ما كتعرفوا زبده مارغرين. هنا استخدمنا الزبده اللي هي ماركه ديال بونا، يمكن لكم تستخدموا اي ماركه غير هي تكون جديده، ما تكونش زعما شي زبده عندكم قديمه في الدار وكتستعملوها باش ما ثاني باش تجيكم الحاجه ثاني زوينه ما تجيش فيها شي ريحه ديال الحدوقيه ولا شي حاجه. صافي غادي نمشيو على هاد الطريقه هادي، غادي نفرشوا الزبده في كلها كيف ما قلت لكم، غادي نكملوها هكا. فرشناها نتوما، فرشنا الزبده كلها، ها هي الطبقه يعني كتكون غليظه ديال الزبده ماشي طبقه رقيقه. مهم محتاجينها مارغرينا كلها اللي هي فيها قلنا 500 غرام يعني نص كيلو. ودابا كنبداو نجمعوا العجينه ديالتنا. نتوما الطريقه كي جمعناها، جمعناها بحال الشكل ديال الكيك رولي، حنا شو جمعناها بالطريقه اللي هي
دورنا العجينه في دار كل يعني العجينه دارت على ديك الزبده كامله، وركنا عليها بيدينا مزيان، ولينا كنتنيوها بحال الشكل ديال المسمنه، تني من هنا وتني من هنايا، وتاني كتورك عليها مزيان. صافي هنا كنجمعوها في واحد الكيس، اولا اما كيس واما داك البلاستيك الغذائي كتجمعوها فيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا، لحقاش ضروري خصها دير في ميكا ولا في كيما قلت لكم بلاستيك غذائي باش نديروها في الثلج. المده اللي كتبقى فيها الثلج هاد العجينه ديالتنا هي نص ساعه، كتبقى نصف ساعه في الثلج. وعملي كنجبدوها مره اخرى كنعاودو نطلقوها وندخلوها ثاني، ونعاودو نجمعوها وندخلوها ثاني للثلج نص ساعه، كذلك المره الثالثه والمره الرابعه. المهم اربعه ديال نص ساعه، يعني ساعتين باش نكملوا العجينه ديالتنا. وملي كتجبدوها من كل نص ساعه من الثلج وتطلقوها، ما كديروا لا زبده لا والو، غير كتطلقوها وتعاودوا تجمعوها بنفس الطريقه اللي جمعتوها في الاول، حيت كنولوا نخدموا غير على التوريق ديالها، كنبغيو غير نورقوا العجينه باش العجينه تجينا مورقه. وما الزبده كنديروها في النوب الاولانيه فقط، ما كنبقاوش نديروها كل نصف ساعه ملي كنجبدوها، لا. صافي دابا غنديرها في الثلج ونعاود نرجع عندكم ان شاء الله. ها هي من بعد ما جبدناها دازت نصف ساعه، ها هي كيف ما كتشوفوا. كنعاودوا نرجعوا شويه ديال الدقيق باش تعرفوا المرحله الاولانيه غنوريوها لكم، ولكن نتوما غتكملوا نصف ساعه الاخرى ونص ساعه الاخرى، حيت ما يمكنش نصور لكم ساعتين كلها. صافي دابا غادي نطلقوا ثاني العجينه ديالتنا، نطلقوها بالمدلك مزيان كما قلت لكم. ردوا البال ما تزيدوش شي حاجه سميتها الزبده نهائيا. صافي الزبده اللي درتو هي اللي درتو في الاول فقط، ماشي وقت ما تجبدوها وتلقاها بالمدلك تزيدوها في الزبده، راه غتولي كلها هي الزبده هي اللي دام. هانتوما كما كتشوفوا طلقوا العجينه ديالتنا مزيان، صراحه كتجي رائعه هذه. يمكن لكم ديروا بها بيتزا، يمكن لكم ديروا بها الكرواسون، يمكن لكم ديروا بها شي حاجه يعني تعمروها من الداخل. عجين مورق يعني مزيان، وفي نفس الوقت الا رديتو البال ما فيه لا خميره، لا خميره الحلوه ولا خميره الخبز ولا حتى شي نوع من الخميره. قلت لكم هذه العجينه ما فيها لا خميره لا والو، يعني يمكن لكم تحتفظوا بها سيمانه في الثلاجه وصافي. دابا غادي ندخلوها للفريغو وغادي نخلوها ثاني نصف ساعه ونعاود نجبدوها ونطلقوها. كما قلت لكم غنبقاو على هذه الحاله يعني اربعه المرات، يعني ساعتين كل مره فيها نصف ساعه. جبدنا دابا العجينه ديالتنا من الفريغو يعني المره الاخيره، كيف ما قلت لكم مراحل اخرى، يعني المره الثانيه والثالثه والرابعه نفس المراحل. كما كتجبدوها في كل مرحله كتعاودوا تلكوها مزيان وتطويوها وتدخلوها للفريغو لمده ديال نص ساعه، يعني هاد الحاله كتبقاو على اربعه ديال الخطرات. صافي وكتجبدوها من بعد اخر خطره كتجبدوها وتقطعوا العجينه ديالتكم كيف ما بغيتوا نتوما. حنا غادي نقطعوا لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتجي مرقه ورائعه. واكثر من هادشي هو فاش كديروا بها كتشكلوها على شكل ديال الكرواسه ولا كيف ما بغيتوا نتوما، وتدخلوها للفران وتشوفوا هذاك هو التوراق ديال بصح، يعني كتجي دوك الطبقات كلهم تيبانو. هانتوما غنوريكم العجينه ديالتنا كيفاش طلعت. قبل ما نوريكم نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى تجربوها ونتمنى ديروها لحقاش احتفظوا بها في ثلاجتكم، احسن ما تشريوها واجده من الزنقه بعدا في داركم كتعرفوا شنو كديروها. هانتوما كيف ما كتجي، غنخلي لكم الصور ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتمنى تشاركوا في القناه، وان شاء الله غادي نعاود ندير لكم فيديو اخر فيه الطريقه ديال الكرواسه بالعجين المورق.